يعني كانت نظرات الناس طبعا يعني بالنسبه للمخوفين يعني ما كانوش يعني يحبوا ذوي احتياجات خاصه يكون معهم وبناتهم. طبعا بعد ما يعني تدربت الكاراتيه وتعلمت لعبه الكاراتيه صارت عندي يعني الناس صاروا يعني يقدروني ويعني يحترموني. اسمي حسن الراعي، عمر 39 سنة، مدرب كاراتيه لأول فريق للمكفوفين بشكل كامل على مستوى الشرق الأوسط للكاراتيه. فلقيت أنه في اضطهاد في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الأشخاص البصرية، يعني من ضمن هناك أطفال حدثوني عن سرقتهم. يعطيكم العافية. طبعا اليوم احنا انا حابب احكي معكم قبل بدايه التمرين، بدي احكي لكم ملاحظه مهمه جدا. تفضل. اهم شيء عند الانسان ثقته بنفسه، وما حد يزعزع ثقتك بنفسك. البرنامج اللي اتبعته طبعا في تدريب الفئه هذه كانت برنامج الادراك الحسي. انا بستخدم معه اسلوب التدريب المستمر التكراري، يعني دائما لازم تكوني مستمره معاهم، والاستمرار هذا تكرر الجملة أو تكرر الحركة أو تكرر التنفس اللي من خلال الأذن. يعني من ضمن أيضا المعيقات اللي كنت أواجهها اللي هو فكرة الأهالي، وصارت توجه لي أسئلة كثيرة يعني في موضوع الأطفال والأمان وكيف ممكن يتعطل، لا ممكن يقع، ممكن هذا احتاج مني عمل عدة ندوات أفهمهم أنه أنا كيف ممكن بدي أطلع في أبنائكم من 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 الحياة التقليدية اللي هم عايشينها، اللي هي كابتة أحلامهم وقاتلة أحلامهم ومشاعرهم واندماجهم في المجتمع أيضا. المعيق الثاني والأكبر والأهم والأبرز اللي هو عدم الرعاية الرسمية. يعني اليوم أنا ما فيش رعاية رسمية، أنا كحسن كمدرب كشخص كفرد بدل الأطفال اللي لابسينهم من نفقة الخاصة، مواصلاتهم من نفقة الخاصة، تدريبهم مجانا. كيف قدرت أنه أصل في هدول الأطفال لزرع الثقة في أنفسهم؟ هذا طبعا قلت لك في البداية لابد أنه أكون صديق لإله. أنه الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن يطلع منهم مش بس نجوم، أبطال.